استعداد دائم من وزارة الداخلية لتقديم الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الشرطي لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية في إطار تدعيم محاور التعاون الأمني بين مصر وأشقائها. من هذا المنطلق نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية 3 دورات تدريبية في مجالات مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحراسة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة ومكافحة الإرهاب الدولي. شارك فيها 137 متدربا من الكوادر الأمنية من 29 دولة إفريقية و5 دول من دول الكومنولث. مركز بحوث الشرطة بيقدم أفضل وأحدث أنواع التدريب المتواجد، وده مش كلامي، ده كلام المتدربين. وما يتلقوه من معلومات وتدريب نظري وعملي ما بيحصلوش عليه في دول أخرى، حتى دول متقدمة. تضمنت برامج الدورات إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب بالميادين التدريبية المتنوعة بالمنشآت التدريبية بوزارة الداخلية والتي تواكب أحدث المعايير والمقاييس الدولية لتعزيز قدرات هذه الكوادر وكفاءتها لمواجهة المستجدات الأمنية، وهي تعكس الخبرات الأمنية والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها المنظومة الأمنية المصرية وتحرص على أن يستفيد منها الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية والشقيقة لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. برنامج المقدم في الدورة برنامج دسم وبشقيه النظري والعملي. هذه الخبرات المتراكمة لدى الذين يعملون بهذا المعهد التي نقلوها لنا بإذن الله تعالى سوف تنقل إلى بلادنا في إطار التعاون الدولي. Iskustva koja su nam prenijeli predavači i instruktori ovdje su veoma dobra i ta iskustva ću rado podijeliti sa svojim kolegama u Bosni i Hercegovini i nadam se da ćete pozvati još naših kolega da učestvuju u sličnim i ovakvim obukama. Hvala vam još jednom. Kama šamilat il baramig tadribija الجانب العلمي والنظري الذي تم من خلاله استعراض المفاهيم الأمنية الحديثة المتصلة بمجال كل دورة وحضر فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين. هذه الدورة بتحدث فيها مع المتدربين عن الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، كيف تستطيع الدول الإفريقية أن تستفيد من التجربة المصرية بالنسبة لمكافحة جريمتي الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. أنا سعيدة لأن دي إمكانيات المركز، إمكانيات جيدة جدا. في ختام الدورات تم تنظيم احتفالية للكوادر الأمنية المشاركة فيها لتكريم المتميزين منهم، حيث أشاد الجميع بمستوى التدريب في مجالات الدورات المختلفة وكفاءة الضباط المصريين علميا وتدريبيا ما يؤهلهم لنقل خبراتهم لبلدانهم. About how drugs are made, the uses, the methods of concealment, and how they sell it. This includes also human trafficking, money laundering, etc. We also learned how the Egyptians are using canines in combating narcotics, which is so helpful in my field as I am a canine instructor. Чем много опыт. Много знаний получил и хочу отметить от руки президента Абдуль-Фаттаха Сиси получил государственную награду. Это тоже очень для меня значит, это большая честь. Я надеюсь, знания, которые здесь получил, использую свою родину, благо Узбекистана. التعاون الأمني بين مصر والدول الإفريقية ودول الكومنولث أثمر على مدار أكثر من 35 عاماً عن تنظيم 712 دورة تدريبية متخصصة لقرابة 20,000 متدرب يمثلون 66 دولة أفريقية ودول الكومنولث، وهي دورات تعكس الرغبة المصرية الحقيقية لدعم تلك الدول لتحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم.